السلام عليكم. في هذا الفيديو ما غاديش نكذب عليك ونقول لك عتبة النجاح هي 7 ولا 8، ولا غادي نقول لك بأنه التلاميذ اللي عندهم 8 ناجحين وهادو ما ناجحينش، لكن هذا الشيء اللي غادي نهضر عليه غادي يفيدك في معرفة منين كتجي هاد عتبة النجاح، وشنا هما المعايير اللي كيعتمدوهم في التحديد ديال هاد العتبة النجاح. إذن على بركة الله نبدأ الفيديو. إذن الفيديو بعنوان: هل ستعتمد الوزارة عتبة نجاح موحدة هذه السنة؟ الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم. إذن أولا نبدأ بواحد التعريف بسيط ديال عتبة النجاح. إذن كتعتبر عتبة النجاح معدلا سنويا عاما يجري الاتفاق حوله لعدة اعتبارات تربوية ومدرسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، يحدد بشكل مباشر عدد ونسبة التلاميذ والتلميذات الناجحين المنتقلين إلى المستويات الدراسية الموالية. إذن هذا عتبة النجاح هو واحد المعدل سنوي كيتم الاتفاق عليه في مجالس الأقسام، وكيحدد لنا بشكل مباشر العدد والنسبة ديال التلاميذ اللي غادي ينتقلوا من مستوى لآخر. وتفصل عتبة النجاح من حيث قيمتها الكمية بين مجموعتين من التلاميذ. هاد عتبة النجاح كتمكننا من الفصل بين واحد جوج ديال المجموعات، مجموعة ديال التلاميذ ناجحين ومجموعة ديال التلاميذ آسفين. وترتبط عتبة النجاح بالمعدلات العامة لجميع تلاميذ نفس المستوى الدراسي، وتتطابق والمعدل العام لآخر تلميذ تقرر نجاحه يليه مباشرة وبفارق مهمل معدل أول تلميذ تقرر رسوبه. إذن هذه الفقرة هذه كتقول لك بأن هذه عتبة النجاح كترتبط بالمعدلات العامة ديال جميع التلاميذ. كتشوف لنا المعدلات العامة ديال التلاميذ في واحد المؤسسة معينة أو لا واحد المستوى دراسي معين، وكترتبط بالأساس بالمعدل آخر تلميذ تقرر النجاح ديالو وأول تلميذ تقرر الرسوب ديالو. وبالتالي عتبة النجاح منخفضة أو مرتفعة فإنها تحدد فقط عدد ونسبة التلاميذ ناجحين وعدد ونسبة التلاميذ راسبين، ولا تمكن من التمييز بشكل جوهري ودقيق بين مستوى تحصيلهم الدراسي وقدراتهم الفكرية والجسمية. وهنا في هذه الفقرة نقول لكم بأنه هذه عتبة النجاح راها كتمكننا فقط من أنه نقول هذا التلميذ ناجح وهذا التلميذ ساقط، ولكن ما يمكنناش نقول هذا التلميذ مستواه مزيان وهذا التلميذ مستواه ناقص. علاش؟ لأن هذا التلميذ مثلا مستواه ممكنش أن التلميذ عنده 4 فاصلة ونقول انا هو مستوى ديالو مزيان، راه غير ناجح ينتقل، لكن واش المستوى ديال التحصيل الدراسي ديالو ولا القدرات ديالو الفكريه والجسمانيه مزيانه ولا لا، هذه راه فيها نقاش. مفهوم؟ اذا هذه العتبه النجاح ديال النجاح سواء كانت منخفضه يعني اعتمدوا 4 ولا 4.5 ولا 3.5 ولا هذا، ولا اعتمدوا 5.5 ولا هذا، ما كتبينش وما كتميزش بشكل جوهري ودقيق بين مستوى تحصيل التلاميذ والتلميذات. إذن من أهم المعايير اللي كتحدد عتبة النجاح هي المعدلات المحصل عليها من طرف تلاميذ وتلميذات المؤسسة. إذن المعدلات المحصل عليها من طرف تلاميذ وتلميذات المؤسسة هي المعيار المهم في تحديد عتبة النجاح. كيفاش؟ إذن هنا غادي نعطيكم جوج الأمثلة. مثال الأول، نفترضوا أن واحد المستوى الخامس ابتدائي بمؤسسة ابتدائية معينة يتكون من 15 تلميذ، المعدلات اللي حصلوا عليها هي 3.5 4.25 4.12 4.02 5.18 7.13 4.14 4.17 5.01 4.77 5.18 4.55 6.04 4.32. اذا في نظركم شنو هي العتبه ديال النجاح التي يمكن اقتراحها من طرف مجلس القسم الخامس ابتدائي بهذه المؤسسه؟ إذا لاحظتوا بما أن الأغلبية التلاميذ لم يحصلوا على معدل يساوي 5/10 أو أكثر، فإن عتبة النجاح التي سيتم اعتمادها هي النقطة 4/10. إذا هنايا يمكن اعتماد النقطة 4/10. علاش؟ لأن النقطة 4/10 ستمكن من انتقال 13 تلميذ من أصل 15 تلميذ. مثلا افترضوا أنه اعتمدنا 5، تخيل معايا اعتمدنا 5، هذا ما غينجحش، هذا ما غاديش ينجح، هذا ما غاديش ينجح، هذا ما غاديش ينجح، هذا كذلك 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 كذلك، غادي يولي عندنا
الاغلبيه ما نجحش، فقط ناجحين واحد 5 ديال التلاميذ ولا 6 ديال التلاميذ، وهذا الشيء ما يمكنش يكون، حيت كما قلت لكم بان عتبه النجاح كتبنى على المعدلات ديال التلميذات وتلاميذ المؤسسه. اذا هنايا العتبه اللي يمكن المجلس القسم يقترحها هي فقط 4 على 10 باش ينجحوا اكثر عدد من التلاميذ اللي هو 13 من اصل 15. نمروا للمثال الثاني، نفترض أن المستوى الخامس بمؤسسة ابتدائية مجاورة للمؤسسة السابقة يتكون كذلك من 15 تلميذ، معدلات المحصل عليها هي كالتالي 4.5 4.75 5.12 6.02 5.88 7.43 4.84 8.17 5.11 4.77 6 8.12 9.55 6.25 6.32. اذا في هذه الحاله شنو هي في نظركم العتبه ديال النجاح؟ اذا بما ان اغلبيه التلاميذ حصلوا على معدل يساوي او اكثر من 5 على 10 فان عتبه النجاح التي سيتم اعتمادها هي النقطه 5 على 10. اذا الا لاحظتوا في هذه النقط هذو اغلبيه ديال التلاميذ عندهم 5 فما فوق، اذا العتبه النجاح اللي غادي يعتمد مجلس القسم المستوى الخامس ابتدائي هنايا هي النقطه 5 على 10، اذا هي المعدل، لان النقطه 5 على 10 غادي تمكن من انتقال 11 تلميذ من اصل 15 التلميذ، هنا غادي يسقطوا 4 ديال التلاميذ وهنا غادي يسقطوا 2 ديال التلاميذ. اذا النقطه التي يمكن استنتاجها هي ان عتبه النجاح هي واحد معدل سنوي يختلف من مؤسسه لاخرى، ويتعلق الامر بالمعدلات المحصل عليها من طرف تلميذات وتلاميذ مؤسسه معينه. اذا هذه عتبه النجاح واحد المعدل سنوي كيختلف من مؤسسه لاخرى، وكيتعلق الامر بالمعدلات المحصل عليها من طرف تلميذات وتلاميذ مؤسسه معينه، اذا يمكن لها تختلف من اقليم لاقليم ومن جهه لجهه، يعني صعيب بزاف انه تكون عندنا عتبه نجاح واحده في المغرب كامل في جميع الجهات. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الاخير شكرا لكم على المتابعه، قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم على التفاعل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.